خبيرة تجميل بمدينة رباط. سيدة مليكة صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا، كدرتي لاباس عليك؟ بداية أسبوع شكرا، موفق إن شاء الله. بارك الله فيك على جميع المستمعات والطاقم والجميع. شكرا. كنا وعدنا المستمعين والمستمعات يعني في الأسبوع ما قبل الماضي أننا غنقترحوا عليهم مجموعة ديال الأشياء اللي كنشريوها من السوق وكنحتاجوها في استعمالاتنا اليومية للتجميل والنظافة، تماما، ونشوفوا الاستعمالات البيتية. كاين الناس الله يحسن العوال اللي بعادين يعني في القرى وما كتاح لهمش الفرصة أنهم يشريوا هاد المواد. كاين الناس اللي كيفضلوا المواد المحضرة في البيت لأنهم كيعرفوا شنو فيها. احنا نقترحوا عليهم مجموعة من المواد وهما إن شاء الله يختاروا اللي عجبهم منها ويستعملوه. مثلا نبداو بالدونتيفريس، دواء ديال الاسنان. نعم، معجون الاسنان. معجون الاسنان، لان كما تنعرفوا الاسنان مهمه جدا ومهم الاعتناء بها يوميا. نعم، باش ما تنوصلوش شي وقت تنفقدوا سناننا او تيوقع فيهم مشاكل. وبالنسبه للاطفال للكبار، يعني نداء لجميع المناطق اللي بعيده واللي بعيده على المحلات يعني التجاريه باش يشريوا المعجون ولا هذا. كاين مواد طبيعيه كيمكن لهم الى مشاو غير مره في الاسبوع ولا مره في الشهر للمدينه ياخذوا المواد اللي خصهم ويبقاو يستعملوها. هاد المعجون الاول غنعطي عده اشكال باش على حسب الموجود عندهم. الاول تيبقى شهر، يعني شهر او اكثر، لان غبره تنخلطوها مع عده مواد كيتخلطوا تيبقوا في واحد القرعه وتبداو ناخذوا منهم شويه كل نهار. يعني ماشي جاري، ما تنخلطوش، هو بحال الغبره. اللي هو اللي تنعملوا فيه 200 غرام ديال هذا ديال الطين الابيض. الابيض، الغسول الابيض راه كاين حتى يعني عند العطار، كاين حجرات وكاين كيتباع. نعم، وكاين كيتباع غبره مطحون مجهز، يعني جاهز نقي مصاوب. جهد معلقه كبيره ديال الملحه، الملحه العاديه اللي فيها اليود الكتباع، معلقه الملحه. من الاحسن ينشفوها شويه، شي كسروله يديروها فوق العافيه تنشف باش تحيد من هذاك الميديتي. هذا باش ترجع ناشفه. معلقه كبيره ديال الملحه، 20 غرام ديال البيكربونات، يعني بحال معلقه كذلك ديال البيكربونات، معلقه كبيره باش نسهلوا عليهم. معلقه كبيره ديال البيكربونات دو سود، صيدليات ورخيصه بزاف. نعم، بيكربونات وشويه ديال باش نسمو شويه، يا اما النافع مدقوق منين مزيان، معلقه النافع او معلقه، هما على حسب الاختيار. هذه الرائحه اللي تتبقى طيبه في الفم وماده حتى تصلح الفم. كاين النافع مدقوق وكاين اللقاح مع النعناع، تينشفوا النعناع وتتدق حتى هو يتطحن، نشفوا غير وراقه وتيولي بحال الحنه، يعني تينسموا به حتى هو معجون الاسنان. وكاين القرنفل اللي هو معروف مزيان للسنان، كيتطحن وتيتغربل حتى هو. يا اما نعملوا القرنفل، اما نعملوا النعناع، يا اما نعملوا النافع. نعم، وحده منهم تتنسم لنا ومزيانه للرائحه، يعني فيها الرائحه وفيها الفائده للتو للسنان. نعم، تنخلطوا هادشي كله مزيان، يتخلط واحد المعلقه وتتعمل في واحد القرعه وتبقى بحال الغبره. تنهزوا كل نهار غير نص معلقه صغيره، تنعمروه تنخوه في يدينا، نسزقو الشتا ديالنا في الماء وتنهزو داك الغبره اللي كاينه في وسط اليد، في كف اليد، احسن طريقه، احسن ما نخويه فوق الشتا. نعم، يعني 200 غرام ديال الطين الابيض. إيه؟ واحد المعلقه كبيره ديال الملحه اللي كان شويه كان بحال اللي كنحمصوها. نعم، تنشف مزيان ما تكونش فيها الماء. 20 غرام كذلك كبيره ديال البيكربونات. البيكربونات تنطلبوا الصيدليه. راه كيك خضر فيه في وسط الحك بلاستيكه، فيها واحد البودره واحد الغبره. عندنا معلقه يا النافع مدقوق ومنيل مزيان مغربل مزيان، يا معلقه النعناع اللي كنيبسوه وندقوه مزيان، ولا ديال المعلقه القرنفل مدقوق حتى هو بطريقه جيده. وحده من هادو فقط. ويغير الانسان كل مره يعمل وحده من اللي يعاود يعمل واحد اخر، يعاود يعمل فيه من ماده ثانيه وصافي بدا يبدل. هذا واحد ناشف، الثاني غادي يكون معجون. تناخذوا نص معلقه ديال نتاع هذا نتاع الطين الاخضر، ماشي هذا الطين الاخضر. هذه غير هذا شي شويه غير اللي يقد، حيت غيكون مخلط مع الماء ما خصوش يبقى مده طويله، داكشي علاش تنعملوا غير شويه. الطين الاخضر وربعه ديال المعالق ديال طحين الذره ديال النشا. ديال النشا،
نشا ديال الذره، طحين ديال الذره، واحد شويه الملحه، ملح غير باليد، قوسه باليد الملحه، ومعلقه ديال النفع او كما قلت نعناع او ديال على حسب شنو بغينا، ولا القرنفل. نعم، هذا معجول تيكون سائل ياك؟ سائل هذا تنخلطو، تنخلطو بشويه الماء دافي ماشي بارد، تيتخلط مزيان ترجع بحال المعجون. نعم، نص معلقه. لذلك يبقى شي قرعه الدجاج مسدوده، ولكن تيبقى غير اسبوع. نيو الا كان عندنا هاد المواد يعني غبره وناشفه، ممكن حتى لاخر لحظه ونخلطوه حتى ديال يومين ثلاث ايام وعاوتاني نجددو نفس العمل. لا، هاد الغبره تيبقى ناشفه. لا، هاد المواد الاساسيه. اما هاد المواد هادي تتخلط اسبوعيا. نعم، على حسب السيدات، ممكن حتى كل يومين مالكه، يعني سهله لك المساله. الا كانت عائله ممكن كبيره ولا شي حاجه، لان هاد المقدار قليل، يلا يدي اسبوع شي حد لي بوحدو. ممكن دابا مثلا نديرو نضاعفوا الكميات على ثلاثة ولا على أربعة، خليوهم وملي يكونوا تيتقنوا يعني الطريقة غادي يمكن لهم يضاعفوا. نعاودوا حتى هذا المعجون السائل مريكا، الله يجازيك بخير. قلتي لنا نص معلقه ديال الطين الاخضر، ربعه د المعالق ديال الطحين ديال الذره، دقيق الذره، منشا ديال الذره، واحد شويه قبيصه ديال الملحه، معلقه ديال سواء النافع او النعناع ولا القرنفل كيف ما قلنا، مدقوقين ومغربلين. بالنسبه للنعناع راه كنيبسوه عاد تندقوه، كنخلطوهم. هذا تيكون عندنا الثلاثه المواد مطحونين معمولين شي قريعه، مغربلين مصوبين، لان ماشي ما يمكنش نطحنوا شي شويه شويه بشويه. نعم، كنطحنوا واحد القدر وتنحملوا في قريعه، ملي تنبغيو نستعملوا تنهزوا شويه شويه من الحاجه. نعم، كنخلطوهم بشويه ديال المدافي. كلهم مكونات طبيعيه. نعم، المدافي وفي قريعه ممكن نحتفظوا بهم لمده ديال اسبوع. اها، كاينه وصفه اخرى سهله وهي البيكربونات. وتنزيدوا فيها شويه ديال يعني معلقه بيكربونات ومعلقه ديال النعناع الطحون مخلطين بجوج فقط. نعم، تنخلطوهم وتنعملوا هذا استعمال يومي الا بغينا، ولا استعمال على يومين ولا شي حاجه. كاين وصفه الرابعه وهي الطين الاخضر. طين هذو وصفات سامبل سهله. نعم، الطين الاخضر مع البيكربونات دائما، لان البيكربونات كتبيض السنان وعنده واحد المفعول كبير بالنسبه للكاري ولذاك المشاكل ديال الاسنان. معلقه بيكربونات ومعلقه ديال هذا ديال النافع، ماشي نافع الاخر، القرنفل. القرنفل هذا كيتعمل القرنفل الارجيل، الطين الاخضر، البيكربونات والقرنفل متساويين. القرنفل متساويين. نعم، والاساس هي ان عشيت هاد السنان تكون جديده، من ملي تتبدا تعوج راه خصها تبدل دوريا، يعني على حسب واش مريضه، واش رهيفه، يعني دغيا كيسيل منها الدم خصنا نشري، وراه كاينين تتكون مكتوبه على عشيت هاد السنان واش قاسحه ولا رطبه ولا يعني قسوحيتها متوسطه، راه كتكون مكتوبه في ذاك لومبالاج ديالها، في ذاك الكاغيط ديالها. السيدات راه غيختاروا عشيت هاد السنان المناسبه. اخر وصفه وهي تناخذ معلقه ديال الطين الاخضر. نعم، كبيره، معلقه ديال البيكربونات، وكنخلطوهم مع تنخلطوهم مزيان، نزيدو عليهم شويه ديال الماء دافي، وتنخلطو حتى يرجع واحد العجين شويه قاسح ماشي جاري. تنحركوه مزيان وتنزيدو عليه عصير حامضه. عصير حامضه ومعلقه زيت الزيتون ونص معلقه ديال الملحه. نص معلقه ديال الملحه تنحركو طبعا بمعلقه خشبيه وفي زلافه ماشي في شي اناء. نعم، ديال خشبيه ولا بلاستيكيه. نعم، المهم ما يكونش تيتحركو مزيان، تيتخلط كلشي، تيتجانس وتيتحط هذا في الثلاجه حيت فيه الحامض.
شحال حتى هو لمدة أسبوع فقط خصنا نعاودوه أسبوع على الأقل أسبوع أو لا جوج مرات نديروه في الأسبوع لا على حسب فوقاش تقدرنا المهم حسن نعملو غير معلقة معلقة وعصير حامضة اللي ما نقدوش نحتفظو به مدة طويلة تماما مدة طويلة سي تان أنتيسيبتيك الحامض مزيان للسنان ومزيان الملحة هادو كلها مواد مزيانة للأسنان وتنعملو فيه كذلك شوية ديال إما القرنفل إما النافع على حسب ذوق الإنسان شنو بغا إما النافع إما النعناع يعني هادو يكونوا عندنا مغربلين نزيدوهم لاي حاجه بغينا نديروها اي حاجه بغيناها المذاق اللي تعجبنا نعم. لان هاد المعجون الاسنان ماشي حاجه مستحبه عند الجميع داك الريحه ديالهم وماشي دائما النعناع تيبغي كل شيء فمن الاحسن انا بغا ناخذوا الماده اللي هي تبغي الانسان بحال دابا الاطفال يعجبهم النافع تعجبهم ريحه ما تعجبهمش ريحه النعناع نعم ويديروا الماده اللي بغاو نعم تبارك الله عليك ملكه شكرا على